مرحبا بكم. كل شيء في الدنيا يقدر يكون حار ومار وتلقى لي شحال من دواء، وكاع فرق الدنيا عنده الحل، عنده ألف طريقة وطريقة باش تحيده من قدامك، إلا الموت ما كيعرف بحرها غير اللي مجربها. الموت قلبت حياتي، هو موضوعنا اليوم في قصة الناس. ديك المشطة اللي مشات وديك الدهن اللي دار راسو، داكشي اللي خرج بحال باقا، كانت عندك القوة باش تحققي فيه، باش تشوفيه، باش تأملي فيه، باش تشبعي منه، لأن ما بقيتيش غتشوفيه. شفتو في السبيطار، قلبته، قلبتيه كله. كله عرفتي فين مضروب؟ عرفتي فين؟ عرفت فين مضروب. الراس مضروب في الراس، مضروب في يدو، مضروب على فعلو، طحني 3 سنين. قدرتي تشوفي؟ شفتو، قلبته، حيت عليه المانطا وقلبته. بستيه عندك؟ بستو علقته. سنة والك نقولك بس ولدي شتو، شنو نقولك اختي؟ حسن عوانك الحد، الله يعطيك الصبر. ماشي سهل تغصبي في شاب ديال 18 عام وتشوفي الضربات وتقلبي فيه، ماشي سهل. خليت لي طابلاصك جري لي لونغار، تصوري بتنعش تنجري لي لونغار وانا تنجري قلب على ولدي. نلقاه تيتخيلوا يداري صحابه وتنقول راه معاهم اي واحد. دابا خايف على الدري تا هو، الله يحفظه ليا اختي. الله يخليه لك تا هو، الله يحفظه ليا اختي، تا هو خايف عليه بزاف. واللي بغيت نركز عليه هو بالموت ديال راجلي كلشي ضاع، كلشي تدمر فيك، كلشي مشى. اشنو ضاع عليك؟ كلشي. من غير راجلك شنو ضاع؟ ما تصوري كلشي. شنو دا مع هذا الراجل؟ حياتي، حياه ولادي، كل ما كان ملك. جاني افراغ من ظهر سكنت بيت. وانتي كنتي الفشوش وكنتي عايشه العز مع مرض ليا ولدي، جات واحد الاعاقه ذهنيه وجسمانيه. الولد عنده 40 عام، دابا كندير ليه كوش. شحال في عمر هذا الولد اللي جات؟ زاد 73. جاو لي زسكار، اللحم ديالو كيكرم وكيطيح، ما عندهاش امكانيات. هادشي كلشي من مور الوفاه ديال راجلك. مور الوفاه، علاش كلشي تدمر؟ يعني بحال بنيتي ولدك الثاني اللي صغير ظروفه نحارف، من مور الموت. من مور الموت نحارف، ولا مدمن على الخمر، مخدرات. ما راضياش. ما عجبكش الحال؟ ما عجبنيش الحال. رجلي كان جيد، كان دير الخدامة، ما كان خاصني حتى شي حاجة. ما عمرنا كنا كناكلو بوحدنا. كيقول واحد المثال، تيقول لك الله عطينا ما ناكلو ونوكلو. ناكلو مع الناس. هو كيقول هذا المثال. تيقول لك الله لا عطيني، كيقول لك ما ناكل بوحدي. كما قالت هذه السيدة سابقا، ملي نشفت صينيتي وخوات ميتي ما بقيت لقيت حتى شي حد. كلشي مشى. كلشي مشى. كاع اللي كان تياكل في ديك الصينية وديك الميكا، كاع اللي كان تيحط يديه تياكل معايا وعايش معايا ما بقيتش لقيته. دابا خبزه ولا قبطه نعناع على ما جبتهاش انا ما كاينش اللي يجيبها ليا. ما كنتيش دايره بحساب واحد النهار كاينه الموت؟ ما كنتش دايره بحساب ان الدنيا غادي تغدرني واحد الوقت، ما درتش بحساب بان راجلي غادي يموت. صباح وعشيه كتهضري عليه، عايش معاك في الطريق كتلقايه في الخدمه. كنحس براسي قبيله كنقول لك، كنقول ما يمكنش يتعايشوا الناس مع الموت بهذه الطريقه. الله يرحم جميع الناس، ولكن خاصنا نعيشوهم. انتي هضرتي اول حاجه على الوازع الديني، انتي مؤمنه بزاف. انا يتعايش مع الموت ديالو حتى في اللحظه اللي مات فيها. المراحل اللي كيدوزو منها الناس، يعني داك لو شوك وداك الشيء كله دس منه. ولكن تقربت من الله سبحانه وتعالى ديك الساعات، قريت القران وترحمت على روحه. واكثر حاجه ممكن نقولها في هذا الوقت هذا هو انني هضرنا في الموت انا وباك قبل ما يموت. هضرنا في هذا الشيء. هضرنا فيه وقال لي بنتي ها كيفاش بغيتك تكوني. تقربي من الله سبحانه وتعالى، انا قريب منك، انا دائما كاين. الموت قلبت حياتي، كانت هذه هي قصتنا اليوم في قصة الناس. باقي في الناس بزاف ما يتعاود، في قصة الناس من اليوم. انت واحد اخر، وبسلام عليكم.